تحياتي لكم جميعا. آلام الرقبة المغيبة بسبب تغييب التشخيص الصح لإلها، وهون بنغيب العلاجات الصحيحة اللي هي آلام الأغشية العصبية والأغشية المحيطة في العضلات اللي هي ماسكة منطقة الرقبة والجمجمة وفقرة ومفصل الكتف مع بعض في هذا المثلث الحساس في عضلات الرقبة. هذه الآلام بتكون فقط موجودة ومنتشرة في منطقة الكتف، منطقة الرقبة من الأعلى، العضلات الأبر ترابيزيوس هذه القوية، منطقة الرقبة كسبع فقرات من الفقرة السابعة اللي هي آخر فقرة بنحس نشعر فيها بارزة من الخلف في الفقرة السابعة، ومن هون بنحدد الفقرة السابعة وبنطلع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية أولى، بتكون عظمة الجمجمة وبتكون العضلات هذه متصلة والأغشية تاعتها كلها محاطة في العضلات هذه اللي طبعا بتشترك في حركة الكتف وبتشترك في حركة الرقبة، كل العضلات الموجودة في هاي المنطقة. الآلام اللي بتكون موجودة سواء الجهة اليمين أو الجهة الشمال ممكن تكون تبلش أو تكون موجودة من منطقة الكتف لحد الجمجمة في النصف، يعني هاي كل المنطقة معرضة لآلام وتنميل وخضران وتشنجات اللي هي أعراض أعصاب، بس هنا ما في عنا أعصاب، في عنا أغشية عضلية ملتهبة ومتمزقة وهي بتعطينا الأعراض هذه اللي ممتدة ومنتشرة. إذا الآلام نزلت عن الكتف بتنميل وخضران وهي الأعراض الثانية العصبية، في هاي الحالة بنشك إنه في عنا ضغوطات على الأعصاب في الرقبة. الآلام هي اللي بتحدد ومكانها هو اللي بيحدد هل هي ديسكات وانزلاقات غضروفية ولا هي بس التهاب في الأغشية العضلية والعقد العضلية في منطقة الرقبة. إذا نزلت عن الكتف الآلام والأعراض والتنميل والخضران، في الحالة أكثر التشخيص بروح لمشاكل عضلية والتهاب في هاي العضلات. ماشي، هاي الالتهاب الفاشة بيعمل عملية عقد ومراكز تجمع للآلام في كل عضلة من العضلات الرئيسية الأربعة الخمسة اللي ماسكة هاي المنطقة. في حال مثلا صار المركز تاع العضلات هاي في المنطقة في النصف مناصفة، وين بتشعر في الآلام؟ احكي لي أكثر شيء هون هون، أي واحد ممكن يفحص وحيشعر في الآلام هون، وين أكثر شيء؟ خلينا نحدد المنطقة بالضبط. يوسف، وين أكثر شيء مؤلم؟ أكثر منطقة أولي هون على تحت، هون ولا تحت شوية؟ ما نضيف نشوف المنطقة المؤلمة. هاي المنطقة هي البؤرة في الخلايا العضلية والأنسجة العضلية مع الفاشة اللي بتكون فيها زي عقدة خشنة، عقدة متكلسة ومتليفة، وأي محاولة في هاي الحالة لثني الرأس للشمال للشمال لليمين، نحن الرأس لل الجهة الدوران على اليمين، في هاي الحالة ممكن نشعر انه الالام هاي زادت وصارت تنتشر، وهاي العقد بتكون موجودة. هاي اول عقدة في هاي المنطقة، في عنا عقدتين موجودات، ارفع لي راسك شوي، في نهاية الجمجمة انا ممكن اتحسس الجمجمة واشوف نهايتها، وفي هاي الحالة بيكون في عندي تجويف في المناطق هذه على اليمين وعلى الشمال لمنطقة الأخدعين، وهذه البؤرة والمنطقة اللي منتصف العضلات اللي بتخرج من الفقرات العلوية من فقرات الرقبة للجمجمة، بتغطي هاي المنطقة كلها، منطقة الجمجمة على اليمين وعلى الشمال، ومن خلال هاي العضلات بيخرج العصب الثلاثي الاوكسيبيتال نيرف، هذا عصب حسي، وبيخرج من فقرات الرقبة العلوية C2 C3 وبيغذي منطقة الرأس
وأعراضه طبعا ما دام نحكي عن آلام وخضران وتنميل وأعراض عصبية تكون مشابهة لآلام الشقيقة اللي هو ممكن يكون التشخيص الخطأ لإلها شقيقة، بس من إيش مش معروف. ممكن تكون الأغشية العضلية ملتهبة، الفاشية ملتهبة، العصب ملتهب، يعني كتير حالات بيعانوا من هذه المشكلة. طيب العلاج، بالنسبة للعلاج الحركي خلينا نركز على الموضوع. العلاج الحركي لهاي الفاشية والتهاباتها والتشنجات في منطقة الرقبة والآلام بتكون بسيط بحيث ما يثير الأعصاب ويكون شوي شوي. في هاي الحالة إذا عندي هاي المنطقة هي المؤلمة، في هاي الحالة في البداية بعملها شوية تليين بحركات بسيطة، ضغوطات أضغط على العضلات. الضغوطات هذه ممكن تكون في الإيد بالمنطقة هاي، ممكن تكون ضغوطات في الإصبع، إذا في عندي أصابع قوية بضغط وبحرك المناطق هذه شوي شوي. حركات ضغوطات مع حركة هتكون مؤلمة شوية بس مش مشكلة، هذه الآلام كويسة لأنه هتريحنا وحترخي العضلات هذه. في ساعة ولا كل ساعة؟ أكيد خلصنا من الضغوطات. طبعا احنا ممكن نعمل هذه بدون لا زيوت ولا اي شيء، بس عملية واحنا لابسين ونضغط هاي الضغوطات. ممكن اعمل عمليات عجن، عجن يعني بمسك في الايد كل العضلة وبصير فقط اعمل عملية سحب للأعلى. كيف الوضع؟ نمت؟ نعم يوسف. فيل جيد، فيل تريح كثير على صحة وسلامة حتى بتريح. اما عشان هيك اخترت تخصص المساج. هلا بيريح مين، المساج ثرابيس ولا بيريح اللي بنعمل له مساج؟ اكثر شيء هو اللي بياخذ المصاري بيرتاح. اثنين. اكيد. اكيد اثنين. والمساج ثرابيس بيرتاح من يشوف حدا مرتاح وبيستفيد مرتاح. وكمان خلصنا من الضغوطات البسيطة هذه، يعني في أكثر من تكنيك لعملها. هاي مثلا حركات بسيطة للعضلات المتحجرة ومن المساج الرياضي، فممكن نضطر نسوي حركات زي هيك. المهم نضغط ونعمل ضغوطات ونعمل عملية عجن ونحرك هاي العضلات المتشنجة اللي هي بدنا نوصل دماء أكثر. أهم شيء إن نوصل أكسجين هالأغشية وهالعضلات وهالأعصاب في منطقة الرقبة. هلا بدي أعمل تمارين. أفضل تمارين أسويها، فرضنا المنطقة هاي هي المؤلمة، فبشوف شو العضلة. أوكي هيك بيجوز أي حركة مؤلمة أكثر، هاي ولا هاي؟ التنتين؟ هاي أكثر. أي وحدة؟ اليمين. هيك؟ لا تنين. هيك؟ هيك أكثر، لأنه في عضلات بتنشد أكثر مع من الجهة نفسها مع إن أعمل الحركة هذه لنفس الجهة. طيب إذا هاي الحركة هي المؤلمة أكثر شيء، في هاي الحالة في البداية بدي إياك تحط إيدك هون اللي نعمل عملية مقاومة، أو أنا بسويها وأنتوا بتسووها لحد. على لا خلص نزل. بدي احط ايدي هيك وانت اعمل عملية مقاومة. بدك تعمل هاي الحركة بس انا مش مخليك. يلا اعمل شد 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 5 ثواني قد ما تتحمل. لما تتعب احكي لي، لما تتعب احكي وارخي. ارخي لما تتعب. ارخى في الحالة انا باجي شوي وبصير اعمل الحركة هاي اللي كانت صعبة شوي علي، ومرة على مرة بعيد التكرار. شد 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 قد ما تقدر شد، بدي احس بالشد. اوكي وهلا ارخي وبنرد. بنعمل حركة تانية عدة تكرارات، بنحس انه العضلات هذه والتشنجات تعبت العضلة فترتخي. ونفس الموضوع الجهة الثانية، بدي أعمل مقاومة. إذا بدي أعمل الجهة الأخرى للعضلات الثانية اللي في المنطقة الثانية هاي، فبهاي الحالة بحط إيدي وبشد بشد بشد بشد
وبعدين برد اعمل الحركة هاي، حركات بسيطة، بس الموضوع انه اشد شوية وبعدين اصير اعمل الحركات هاي. هلا الحركة الثانية الكويسة اللي هي على الجنب على اليمين وعلى الشمال، بس اذا بدنا الحركة هاي تكون تعطي مفعول، وقف 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 وقف، لازم يكون مستقيم. طلع لي لفوق شوية للزاوية، كيف هيك دخت؟ لا. هاي الوضعية ممكن تأدي للدوخة للدوار، فديروا بالكم لازم تكون واحنا جالسين، لأنها يعني بتعمل عملية تضيق للأوعية الدموية للدماغ. اوكي، طلع لي لفوق شوي. هلا خلينا نحن شوي 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 قد ما تقدر قد ما تقدر، ورجع لي الحركة للمستقيم. منيح، ارفع لي. ماشي. هلا اذا بدي ازيد الحركة هاي بدي اعمل ممانعة اول شيء، ونزل لي ركبتك لجهة الكتف. ايوه، شد 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 قد ما تقدر، ارخي، وبعمل بنفس الاتجاه التمرين، بكرره اكثر من مرة، والاتجاه الثاني نفس الشيء، شد شد شد، لا لهذا الاتجاه، على الجنب، هاي الحركة، اوكي شد، لورا، اوكي، وهلا ارخي، هلا ارخي. لما ترخي في نفس الاتجاه بعمل لك، عن جد عندك الخشونة شوي. هاي المنطقة الأخدعين ضروري جدا إننا نمسكها، تنمسك بسهولة من الخلف هيك، وقد ما نقدر نضغط عليها، نضغط نضغط 5 ثواني 10 ثواني بحركات قوية، وبعدين نرخي ونرد نضغط نضغط نضغط، بعدين نرد نرخي. ممكن نزيد شيء دكتور محمود؟ تفضل. هون هاي النقطة هون. نحط اصبع نضغط عليها ونعلي الراس لفوق شوي 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 شوي. هاي كثير مهمة كمان لوجع الراس ولآلام الرقبة. وهاي اللي هون. يعني بس عملية ضغط. عملية رفع شوي شوي 3 مرات ورد ارخي. هذه المدلة هي. ايه نفس المبدا اكيد، هاي المنطقة حساسة، وعشان هيك الحجامة مثلا تعمل على منطقة الأخدعين بالاساس، الحجامة مع دماء او بدون دماء، بدون دماء اللي هي كسات الهواء التقليدية اللي بتنعمل في البيوت، أو الكسات في الجهاز هذا اللي بعطي زي عملية شفط اللي هي الكابينج ثيرابي. هاي الحجامة أفضل علاج لمشاكل الأخشية، هاي الفاشة والآلام العضلية السطحية، لأنها هي الحركة الوحيدة لما أسحب اللي هي عملية سحب، عملية سحب للخارج للأخشية هذه للعضلات وللجلد وللعضلات وللفاشع اللي محيطة في طبقة الجلد ومحيطة في العضلات، فأنا هيك بخرج لبرا وبطلع لبرا وبوصل دماء أكثر للمنطقة هذه، يعني بزيل هالتليفات هذه وبصير أعمل عملية سحب، بالرغم إنه كل العمليات المساج والضغوطات والحركات هذه اللي عملناها لاسترخاء هذه الآلام وهذه العضلات كانت ضغوطات للداخل. فالقبنج اعملوها سهلة جدا بكاسات في البيوت على منطقة الأخدعين، هاي المنطقة أول منطقة بتكون تحطوا الكاسات عليها، المنطقة الثانية هاي كل المنطقة في الشريحة هذه في الكتف، هون أنا ممكن أحط طابة، هون أحط طابة أو أكتفي في طابة أو كاسة هواء في المنطقة هاي الحساسة في التايجر بوينت، ممكن أوضع على منطقة أي مناطق ثانية.
ارفع لي راسك. هاي المنطقة هذه دائما بتكون ضروري احط لي كاستين عليها بشكل كويس، وهو المريض جالس طبعا، او الجلوس ممكن يكون افضل واسهل، بس اذا المريض ما بتحمله وفي كاسات هواء ممكن ضغطه ينزل، فالامن والاحسن يكون نايم على بطنه او على جنبه في وضعية مريحة بالنسبة للوضعية. كاسات هواء ممكن تنحط لتحت شوية، واخر منطقة منطقة الحوض اعلى الحوض. هاي مصر تيجي من هون تنتهي هون، كتل عضلية مختلفة. اول كتلة بتبلش هيك من هون، الكتلة الثانية بتبلش في منطقة لوح الكتف، الكتلة الثالثة اليمين والشمال، في كتلة ثالثة بتبلش وعلى طبقات الكتل العضلية اللي ماسك العمود الفقري من الخلف. في كتلة عضلية قوية ترابيزيوس بتيجي بالطريقة هذه، سحب من الأكتاف واللوح الكتف من الخلف، ضلها نازلة لعظام الحوض. في عضلات من الجمجمة بتضلها ساحبة بشكل طولي ورابطة مع الفقرات كلهن من الخلف ونازلة تحت لأسفل العمود الفقري. يعني وهذه العضلات والكتل العضلية كلها محاطة بالفاشة اللي هي هذه الأغشية العصبية، وكل كتلة عضلية 4-5 عضلات مسؤولات عن حركات معينة بتكون محاطة في كيس ثاني، وكل الكتل العضلية بتكون محاطة في كيس واحد، يعني على أساس ضمان الاتصال العصبي من الجهاز العضلي ومن العضلات، وشو اللي قاعد بصير بشكل عصبي غير الأعصاب الطرفية هذا الجهاز، ونقلها للجهاز العصبي اللي يحللها ونشوف وين الآلام وليش الآلام. طبعا هاي كلها موجودة عند مرضى الفايبروماليجيا اللي هم مشخصين في الفايبروماليجيا. فهذه هي الأعراض، بس بتكون حدتها أقوى، اللي هي العقد اللي فيه العضلية والتهاب الفاشة كلها مع بعض، أو التايجر بوينت. اختلفت التسميات، بس المشكلة هي نفس المشكلة ونفس الموضوع ونفس الحالة. التمارين والحركات البسيطة هذه جزء من العلاج اللي لازم نعمله بيتيا ونواظب عليه شوي شوي، اللي نزيد ونرجع هاي الحركات ونزيل الخشونة. علاجات تانية لهاي الحالات هنحكيها بلقاءات تانية. شكرا لكم، تحياتي.